السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. شاومي مي 12 سلسلة الفلاكشيب القادمة من شركة شاومي. سنتعرف معا في هذا الفيديو على موعد الإعلان الرسمي، سنتعرف على بعض التسريبات من حيث المواصفات وأسعار الشاومي مي 11. لكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو بالنقر على الزر لايك. إذا كان لديك أي استفسار اكتب لي تحت في التعليقات. أما إذا كانت هذه أول مرة تشاهد قناتنا لا تضيع هذه الفرصة، اشترك الآن وفعل زر الجرس لتكون متابع لآخر الأخبار والتطورات التكنولوجية أولا بأول. بالنسبة لموعد الإعلان الرسمي على سلسلة المي 12 ستكون في أواخر شهر ديسمبر من هذه السنة، سيكون الإطلاق في الصين، وبداية شهر يناير 2022 ستعقد شاومي مؤتمر آخر في فرنسا لإطلاق أجهزتها على مستوى العالم. من أهم التسريبات التي تحصلنا عليها إلى حد هذه اللحظة أن شاومي ستستعمل عدسة مع 200 ميجا بيكسل للكاميرا الخلفية من شركة سامسونج، وهي تعتبر أولى الشركات التي ستستعمل هذه العدسة. سنراها ربما أيضا مع السامسونج جالكسي اس 22 ألترا. بالنسبة أصدقائي للكاميرا الثانية ستكون كاميرا ألترا وايد بدقة 50 ميجا بيكسل لتصوير الزاوية الواسعة. من المؤكد أيضا أن المي 11 سيدعم معالج كوالكوم. الأحداث الذي سيتم الإعلان عليه في الفترة القادمة سيكون تحت اسم سناب دراجون 898، معالج قوي جدا، من المنتظر أنه سيكون مع 5 نانومتر داعم لل 5G، سيعطيك تحسن كبير مقارنة بالجيل السابق. وفيما يخص الأسعار، الشاومي مي 12 سيبدأ سعره من 999 دولار حسب آخر التسريبات. بالنسبة للألترا ربما يبدأ سعره من 1199 دولار. أكثر تفاصيل حول مواصفات وأسعار الأجهزة ستجدونها في فيديوهات قادمة، فتأكد أن تكون مشترك بالقناة. إلى هنا أصدقائي وصلنا إلى ختام هذا الفيديو، أتمنى أنكم استفدتم وأن الفيديو أعجبكم. في النهاية لا تنسوا الإعجاب بالنقر على الزر لايك، سبسكرايب وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد. أراكم في فيديو قادم، إلى اللقاء وشكرا.